نشأ النبي صلى الله عليه وسلم نشأة صالحة. نبي صلى الله عليه وسلم قم لان كنوطنو مجتان ويدان لأولي نبي صلى الله عليه وسلم قم لان كنوطن لأولي. كان كفار مكة يعبدون الأصنام. كفار نوم مكة نبيلون كفكان كروب تجمبو بريح. والنبي صلى الله عليه وسلم لم يعبد الأصنام ولا مرة واحد. نبي صلى الله عليه وسلم من بان كروب بريح سوفاي تايم طار. نشأ عليه الصلاة والسلام حنيفا على ملة إبراهيم عليه الصلاة والسلام. نبي صلى الله عليه وسلم بان كم لاو داو تريس تام ملة رقا سخنا رباح نبي إبراهيم عليه الصلاة والسلام. النبي عليه الصلاة والسلام كان في كفالة جده، يعني عندما ولد قلنا يتيما من كان يكفل النبي صلى الله عليه وسلم؟ جده عبد المطلب. نبي صلى الله عليه وسلم قم لا قد روح نو دعي كان إمين الجنب بيباك في جتان بخار عبد المطلب. نعم، بعد ولادة النبي صلى الله عليه وسلم ماتت أم النبي صلى الله عليه وسلم. من طوب النبي صلى الله عليه وسلم من قمنا مدائر وقوات أمينة طوبان سلطل. ومات جده عبد المطلب. طأرباه رقا جتار وقوات عبد المطلب طوبان سلطل. فكان النبي صلى الله عليه وسلم في كفالة عمه، العم أخو الأب، عمه أبو طالب. أبو طالب هذا والد علي رضي الله عنه، علي بن أبي طالب. نعم. نبي صلى الله عليه وسلم من طوبي كتار بقوة سلطو كتوب ستطن برانكا كروكرون من جنجم باي باك داوي أبوكني ربقوة أبو طالب. هاي أبو طالب ننكو تيب بوك أول كوبوي تيبوي نن أبوك ربق نبي صلى الله عليه وسلم. هاي أبو طالب ننكو تيب أبوك ربق علي رضي الله عنه علي بن أبي طالب.